هوية بريس. معكم أخ شيب محمد، مدينة فاس، حي الدريسي، عونت الحجاج. شنو المشكلة اللي عندك؟ المشكلة عندي مع واحد السيد أخويا أنايا في السفلي، كنكتب له بواه واحد البويت أنايا في السفلي، في الطبق اللي فيه أنايا تاعنا في السفلي. وناض حل الباب للزنقة ودار فيه فرند الخبز غير قانوني. دير رخصة حيت كانت عنده الباب لداخل ولا قلبو لبرا للشارع لبرا. وبدون رخصة بدون سلامة صحية دار فران ديال الخبز اللي هو كيتخدم بوطة كبيرة وبوطة صغيرة، كيطيب تمايا، يشوي الدنجال تمايا، يدير كل شيء تمايا. خرجت لعنده سولته، قلت له الله يجازك بخير، أنا الريحة كتدخل لي عند ولادي، ما عندي لا سراجة ما عندي حتى شي حاجة. قلت له الله يجازك بخير، أنا راه عندي مشكل مع الدراري، عندي صغار، عندي طفل يتجاوز عمر ديالو 6 أشهر، والآخرين 4 سنوات 10 سنوات، ديما مرادين عندي هنايا في السفلي. ومني طلبت منه قلت له الله يجازك بخير، الحراره راك عارف الحراره، انا مدينه باس 45 الحراره، والداخل الا كانت 45 برا راه عندي انا الداخل 60 الحراره بسبب الفران والريحه ديال السميده اللي كتحرق. ارفض، ما بغاش يحبس داك الشيء. مشيت انايا لعند، درت شكايه ديالي للمقاطعه السيد القائد المنطقه، دخلت لعندو الله يجازيه بخير وشكرته، قلت له الله يجازك بخير، انا عندي واحد الشكايه، واحد السيد شنو كيدير لي الفران غير قانوني، والسميده ريحه السميده كتدخل تقتل لي ولادي. وصلني المضره بالتصاور بالدليل بالشكايه بكل شيء، قال لي صافي سير كون هاني، شد مني داك الشيء، سقبني، شد مني داك الشيء، جيت بحالاتي قبل العيد الكبير ب20 يوما. من بعد داك الشيء ما كاين حتى شي حاجه. وليت كتبت وحده لسيد الباشا المقاطعه سايس، كتبت وحده في مقاطعه سايس لسيد الباشا عاوتاني بالتصاور بالدليل، تخني سقبني الله يجازيه بخير، شاف داك الشيء قال لي سير كون هاني، ما كاين حتى شي حاجه. هذه واحد 3 أيام ولا 4 أيام جاء عون السلطه من المقاطعه، جاء لعندو، دق علينا، دخل الله يجازيه بخير، وكنشكرو من هذا المنبر. دخل عندي دار، في الدار كامله ما لقاش عندي السراجم ولا وسرجم عندي في المنزل. خرج لعندو قال له الله يجازك بخير، السيد اللي ساكن اللي هو جارك عنده الاطفال صغار للعمر ديالو 6 أشهر، راه ديما كيمرض له، والريحه الكريهه راني شميتها انايا، ودابا ما طيبلوش هنايا. الله غدا صبح كيطيب الخبز، لحد الان مازال ما كاين حتى شي حاجه. دابا ماش كنهضر معاه، ما كاين حتى شي تدخل. ومني كنخرج دابا نهضر معاه ولا شي حاجه كيقول لي، قلت له عاون السلطه راه جا لعندك وطلب منك بان ما طيبش الخبز غير قانوني، كيقول لي عاون السلطه ماشي مخزن. والله يجازيكم بخير، دابا انا ما خليت لا قايد، ما خليت لا باشا، دابا كاين غنتجه ليلى وكيل جلاله الملك الله ينصره، والله يحفظ سيدنا، هذا الشيء اللي نقول الله يخليه لينا والله يشافيه سيدي ربي. خصني واش عندي شي قانون انايا هنايا في السفلي ولا ما عنديش؟ انا ولادي كنشوفهم كيموتوا، وغدا وبغدا وقع لي شي حاجه لولدي راه هما المسؤولين على هذا الشيء اللي انا داير، كل شيء بالدليل، كل شيء بالوثائق اللي عندي، درت كل شيء وبلغت كل شيء، حتى شي واحد ما استجب ليا ولا جا من غير العون السلطه اللي جا الله يجازيه بخير وشاف هذا الشيء وخرج لي عنده هضر معاه، وما حتى شي واحد ما جاوبني على هذا الشيء ديالو، ولا جا ضرب لي عندي لهنايا ودق عليا وقال لي واش عندك الوليدات، ولا حتى شي واحد فيهم من غير عون السلطه الله يجازيه بخير. يعني دابا قلت غادي دير شكايه لوكيل، غندير شكايه لوكيل جلاله وكيل المالك. كنطلبوا الله يجازيه بخير يدخل لي في اقرب الوقت، ما كانش وليداتي، كنجي من الخدمه في العشيه كندخل كنلقى الوليد ديالي صغير اللي هو عنده 6 أشهر، العين ديالو كدمع، عييت بالتقطيرات ديال العينين والو بسبب الدخان ديال الفران، الريحه ديال السميده كتحرق، والريحه ديال الغاز البوطان، وما بغاوش. ودابا غنتجه لوكيل جلاله الملك ان ياخذ لي حقي الله يجازيه بخير. هوية بريس.